توجيه دعوات، ولكن ما تزال الدعوات تصل طباعا، ولم يعني تصل إلى كل الأطراف المطلوبة. يعني بنقول دكتور هيثم مناع عضو لجنة القاهرة ورئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية وصلت له دعوة، ماجد حبه وصلت له دعوة أيضا من مجلس سوريا الديمقراطية، قضي جميل وصلت له دعوة، فاتح جاموس، مازن مغربية، ولكن ما تزال الدعوات يعني لم تصل للجميع. يعني الأكراد مكون أساسي وعضوي من الشعب السوري، ولا يحق لأي طرف أن يتدخل في تشكيل وفد المعارضة السورية، سواء كان الأكراد الأتراك أو السعودية أو حتى روسيا أو أي طرف آخر. هناك قوى أساسية فاعلة على الأرض سياسيا وعسكريا، يجب أن تكون حاضرة، طبعا عسكريا التي تحارب الإرهاب قصد، وليس عسكريا مثل داعش وجبهة النصرة. يجب أن تكون حاضرة في العملية السياسية، وخصوصا إنها توافق على العملية السياسية. يعني الأتراك لديهم يعني أولا أطماع في سوريا، هذه مسألة، والمسألة الثانية الحضور الكردي في سوريا إذا كان بحدود 2 إلى 2.5 مليون، وحسب يعني المشروع السياسي التي نتبناه في مجلس سوريا الديمقراطية الاعتراف القانوني والدستوري بكل مكونات الشعب السوري، فهذه ستشكل حالة عدوى ل 25 مليون كردي في تركيا المحرومين من كل حقوقهم. هذه مسألة. المسألة الثانية، الكرد وكل الوطنيين الديمقراطيين يطمحون إلى مستقبل ديمقراطي في سوريا، وليس مصلحة تركيا النظام الإخواني، نظام الإخوان المسلمين في تركيا، أن يكون على حدوده الجنوبية دولة وطنية ديمقراطية. ليس هناك أي مطامع انفصالية تحديدا لدى حزب العمال، لدى حزب الاتحاد الديمقراطي وكل الأكراد في سوريا، ليس لديهم أي مشروع انفصالي. لديهم مطلب حق في اعتراف قانوني ودستوري بهم كجزء مكون أصيل من المجتمع السوري، والاعتراف الدستوري بهم، وربما نظام لا مركزي بحيث أن يكون يعني إدارة ذاتية في المناطق ذات الغالبية الكردية. مجلس سوريا الديمقراطي يضم في تشكيله حزب الاتحاد الديمقراطي الذي يطالب بسوريا موحدة، ولكن يطالب بالاعتراف الدستوري بكل المكونات الموجودة في سوريا من سوريان وعرب وأكراد وتركمان وشركس. وهذا الأمر يعني لا يلقى صدى إيجابي. وأما مسألة أنه لديهم مطامع انفصالية، فهذا الأمر غير مطروح مطلقا.